من البلد. منى مرعشلي صوت رغم ابتعاده عن الساحة الفنية انحفر في ذاكرة اللبناني والعربي وسيبقى. غنت رائعتها يا شمس عمر غيبي، وها هي منى مرعشلي تغيب صباح اليوم عن الحياة عن عمر 58 عاماً إثر إصابتها بنوبة قلبية حادة. منى مرعشلي التي فضلت الابتعاد لسنوات طويلة بسبب تراجع المستوى الفني بدأت مشوارها في برنامج استوديو الفن، وذلك في العام 1973، وأذهلت الجميع بصوتها عندما غنت لأم كلثوم. يا هوان لعبنا سوا ربينا سوا مالي ومالك يا هوان. يضم رصيدها الفني حوالي 19 أغنية خاصة بها، أشاد كبار فناني مصر ولبنان بصوتها وموهبتها، من بينهم الموسيقار سيد مكاوي الذي قال: دي موهبة خطيرة، لازم تيجي القاهرة علشان نسمعها كويس ونقدم لها الحاجة الكبيرة اللي تليق بيها. أما بليغ حمدي فقال: أنا جاهز لكي أتفرغ لها فورا. بينما أكد الموسيقار محمد سلطان أنها من طينة الكبار وتحتاج إلى رعاية خاصة من جانب المخضرمين. قيل الكثير عن ألبوم نموذجي ترغب بالعودة من خلاله إلى الساحة الفنية، ولكن هذا العمل لم يبصر النور بعد النجاح الكبير الذي حققته مع أشهر أغانيها، من بينها شمس المغارب التي كتب كلامها محمد العجمي ولحنها نور الملاح، واتركني انسى لاسمي التي كتبها ولحنها المبدع زياد الرحباني. تفكر تحكيني أنا.